سلام، معك أوبيوم. مرحبا بك في درس العالم غداة الحرب العالمية الأولى. العنوان تيقول زعما شنو وقع من مور الحرب العالمية الأولى، من بعد ما سالت شنو وقع من موراها السنين اللي جاو. فسالت 1918 وسالت معها الحرب. ألمانيا الرأس الكبير في هذه المعمعة في هذه الحرب خسرات، والدول اللي كانت محالفة معها عموما قوى المحور انهزمات في هذه الحرب. مور ما سالت الحرب العالمية الأولى، الدول اللي ربحت، يعني الدول اللي ربحت الحرب، الفرنسيس المراكنة والطاليان والنقالزة، داروا مؤتمر ديال الصلح في قصر فيرساي. قصر فيرساي اللي كان في باريس في فرنسا. وهذا المؤتمر سينوا فيه على معاهدة قاصحة على الدول اللي خسروا ضدهم. في هذا الفيديو بغينا نعرفوا شنو الظروف اللي خلات مؤتمر الصلح يتسينا، بغينا نعرفوا شنو هي البنود ديال المعاهدات اللي دارت على الدول اللي خسرت الحرب، بغينا نعرفوا شنو هي التحولات الترابية والسياسية اللي وقعت، الخارطة الجديدة اللي تعودت ترسمت مور الحرب، والعصبة الأمم اللي جات باش تنظم العلاقات الدولية والفشل ديالها في هذه المهمة، ونعرفوا التحول ديال الثقل الاقتصادي لخارج أوروبا، زعما كيفاش أوروبا فقدت ديك المكانة الاقتصادية ديالها في العالم وجاو دول من موراها وسبقوها في الاقتصاد. ظروف انعقاد مؤتمر الصلح وبنود معاهدة السلم، زعما شنو الظروف اللي خلات مؤتمر الصلح يتسينا. مؤتمر السلام أو مؤتمر الصلح تسينا كما قلنا في قصر فيرساي في العاصمة الفرنسية باريس بين شهر 1 وشهر 5 ديال 1919. وهذا المؤتمر بنوا فيه 4 ديال الريوس كبار. ديك الساعة كانوا 4 ديال الريوس كبار، كانت الولايات المتحدة الأمريكية، كان شهدها الرئيس وودرو ويلسون. هذا ويلسون هذا ما كانش باغي داك الحقد على ألمانيا بحال الا هي بوحدها السبب في الحرب، ما بغاش يكون، وقال لهم الا ضعفتوا ألمانيا وفشينا الكواري ليها بزاف وحقدنا عليها راه غير كنخوروا، وراه ما غيكون لا سلم لا سلام، نساو شي حاجه سميتها السلم والسلام العالمي. كان هذا الراي ديال الرئيس الامريكان ديك الساعه اللي هو ويلسون. فهاد المؤتمر كانت حاضره فرنسا برئيس الوزراء ديالها واللي هو جورج كليمنسو. هاد كليمنسو ديال فرنسا كان كاعي وباغي يفرغ داك الحقد ديالو في ألمانيا، ان كان كيشوف هي اللي سببت لفرنسا بزاف ديال المتاعب، هي اللي سببت للعالم بزاف ديال المتاعب، كان باغي يضعفها لاقصى الدرجات باش يضمن السلام لبلادو في المستقبل. وحنا عارفين باللي من بعد ألمانيا غترد عليه بغيتي السلام، ها هو السلام. كليمنسو ديال فرنسا في 1919 ما فكرش باللي هاد الاضعاف اللي غيديروا على ألمانيا هو اللي غيكون السبب في الحرب العالمية الثانية اللي كانت كتار من الحرب العالمية الاولى. قال لهم المهم نضمن السلام البلادي، نضعفوا ألمانيا ويدير ربي تاويل. وكانت حاضرة في هاد المؤتمر حتى انجلترا برئيس الوزراء ديالها في ديك الساعة اللي هو ديفيد جورج. هذا كان ما مع هذا ما مع هذا، كان عنده نفس الرأي ديال ويلسون الرئيس الأمريكان، قال ما كاين لاش نشدو حسيفة كبيرة على ألمانيا، وكان حيادي في هاد المسألة. وآخر رأس من هاد الريوس ديال المؤتمر هو إيطاليا، اللي كان الرئيس ديال الوزراء ديالها حاضر اللي هو فيتوريو أورلاندو، وهذا كان مسوق لحاجة وحدة، هي شي أراضي تركية يهرف عليها حيت زعما شارك مع الدول ديال الحلفاء في الحرب. أجي دابا نشوفوا البنود ديال المعاهدات ديال السلم اللي دارت. نبداو بلالاتهم معاهدة فيرساي، وهذه المعاهدة اللي قاصحة. هذه المعاهدة تفرضت على ألمانيا في 28 شهر 6 في سنة 1919، وهذه المعاهدة شدت ألمانيا ريشاتها، هي ما خلات فيها ما يتجمع، معاهدة قاسية. وهنا جايك البنود ديالها نقولهم لك. هذه المعاهدة لاحت اللومة ديال الحرب كلها على ألمانيا، من بين البنود ديالها هو ألمانيا خاصها تحس بالندم، خاصها تحس بالذنب، يعني على الحرب، على الحرب كلها، بحال الا زعما ألمانيا بوحدها اللي سببت. بند آخر فيه ألمانيا نحيدوا ليها الجيش ويبقى عندها 100,000 عسكري فقط، بل أن واحد البند فيه أن خاص تحيد الخدمة العسكرية في ألمانيا، الخدمة العسكرية باي باي ما كاينش تجنيد. منطقة الراين حيدوا منها السلاح ديال ألمانيا. الألزاس لورين المناطق الفرنسية اللي خداتهم ألمانيا في واحد الحرب قديمة في 1871 رجعتهم فرنسا في هذا البند
عصبة الأمم غتكون تحت يديها واحد المنطقة سميتها السار، المنطقة ديال السار الألمانية سارلاند، تشيلزفيك، المنطقة الألمانية تشيلزفيك داروا عليها استفتاء وخذتها الدنمارك. بنت واحد الدولة جديدة اسمها بولونيا وخذت الممر اللي جاء على الطريق البلطيق اللي كان في ألمانيا، أخذت هذا الممر هذا تحكمت فيه. المستعمرات ديال ألمانيا قبل الحرب اللي شحالوا هي تدابز عليهم وتدمر وتخدم عليهم وتصفت الجيوش وتخدم يعني في التاريخ كامل، غيمشيو لفرنسا كاع المستعمرات، يعني غيمشيو لفرنسا ويمشيو لليابان ويمشيو لأستراليا. مثلا فرنسا، فرنسا خدات الطوغو وخدات الكاميرون وخدات جنوب إفريقيا وخدات غرب إفريقيا اللي كانت شدهم ألمانيا. اليابان خدات الجزر ديال ألمانيا اللي كاينه في المحيط الهادي. أستراليا خدات غينيا الجديدة، غينيا كوناكري ديك الساعة، وبند آخر في معاهدة فرساي فيه أن ألمانيا خاص تعطي تعويضات كتوصل القيمة ديالها 132 مليار مارك ذهبي ألماني. تخيل الاقتصاد ديال ألمانيا بغى يقطع حوايجو. الألمان لا حكومة ولا شعب كانوا رافضين هذه المعاهدة ديال المرض اللي ما عندها لا ساس سياسي ولا ساس قانوني ولا راس من أي نوع، يعني من أي ما كيخالف المنطق، حيت هذه المعاهدة قاسية بزاف. من غير المعاهدة ديال فرساي دارت معاهدة على الدول الأخرى اللي خسرت في الحرب وكانت نيت مع ألمانيا في الحلف ديالها، بحال معاهدة سان جيرمان اللي دارت في 10 شهر 9 1919، هذه المعاهدة اللي دارت على النمسا والبنود ديالها فيهم هنغاريا غتفصل على النمسا من بعد ما كانوا في إمبراطورية واحدة، إمبراطورية اللي كانت النمساوية المجرية كانت داخلة فيها هنغاريا، فهنغاريا غتولي دولة والنمسا دولة بوحديتها هي. الأراضي ديال النمسا بزاف منها غيمشيو للدول اللي حداها بحال يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وإيطاليا وبولونيا ورومانيا وحتى اليونان. خلاصة القول وزعوا الحصيصة ديال النمسا وداروا فيها ما بغوا بهذه المعاهدة ديال سان جيرمان. بند آخر في المعاهدة ديال سان جيرمان وهو أن النمسا القوات العسكرية ديالها غتولي تحت السيطرة ومحضية من طرف الدول اللي ربحت الحرب. معاهدة تريانون، هاد المعاهدة اللي دارت في 14/6/1919 ودارت على المجر، المجر حتى هي بهاد المعاهدة هادي ديال تريانون غادي يوزعوا الأراضي ديالها، غادي يقطعوا لها أراضي كبيرة من عندها وغيعطيوهم للدول اللي حداها بحال يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وإيطاليا ورومانيا واليونان. واحد البند فيه كذلك في هذه المعاهدة ديال تريانون هي أن القوات العسكرية ديال المجر راه تحت عينينا. معاهدة نوية، معاهدة نوية دارت في 27/11/1919 ودارت على بلغاريا، حتى بلغاريا غادي يفرقوا جزء كبير من أراضيها للدول اللي حداها بحال اليونان ويوغوسلافيا ورومانيا، وحتى هي عند هذيك القضية ديال القوات العسكرية ديالكم راه تحت عينينا. معاهدة سيفر مع تركيا أو لا الدولة العثمانية سابقا، هذه المعاهدة دارت في 11/8/1920 عام من بعد، وهذه كان فيها أن الدولة العثمانية غد نزل على الأراضي ديالها العربية كلها لصالح فرنسا والإنجليز والمناطق ديالها الأوروبية لصالح الدول اللي حداها، وغادي يحطوا عينيهم على مضيق الدردنيل ومضيق البوسفور وغيخليو هاد المضيقين بجوج تحت الرقابة الدولية. هذه هي المعاهدات اللي دارت في مؤتمر السلم والبنود ديالها، تحولات الترابية والسياسية لأوروبا من بعد مؤتمر الصلح. أندويو على الخريطة الجديدة اللي ولات عند أوروبا اللي كانت من مور الحرب العالمية. مؤتمر السلم والمعاهدات اللي داروا فيهم اللي ذكرنا قبل بدلوا الخريطة أوروبا اللي كانت قبل الحرب، طاحت إمبراطورية قدها قداش قد سخط بحال الإمبراطورية العثمانية، بحال الإمبراطورية الألمانية، بحال روسيا القيصرية ديال القيصر اللي ما بقاش من مور ما طار القيصر ديك الساعة. وبالمقابل ديال هادشي بانت دول جديدة، دول بحال تشيكوسلوفاكيا وبحال يوغوسلافيا. الخريطة تقلبات. ثاني حاجة الأهداف ديال عصبة الأمم والفشل ديالها، باش تضمن الاستقرار من مور الحرب العالمية أمريكان غتصاوب عصبة الأمم اللي غتضمن السلام، وبطبيعة الحال ما ضمنات توزة من بعد. دونك صاوبوا عصبة الأمم في 28/4/1919، تا
داك الرئيس ويلسون الامريكان غيحط لهم 24 بدا يمشيو عليه في هذه العصبه ديال الامم، وغيدير لها مقر في جنيف. هذه العصبه ديال الامم عندها ثلاثه ديال الاجهزه رئيسيه، منهم الجمعيه العامه، واللي هذه الجمعيه العامه كتجمع مره في العام وكيكون فيها تصويت على القرارات والانتخابات للاعضاء الجدد، وكيكون فيها اعاده النظر في المعاهدات اللي دارت، و يعني يشوفوا شنو خصنا نزيدو وشنو خصنا نغير. ثاني جهاز هو مجلس العصبه. هذا الجهاز كيدير التنفيذ، خرج القرار هذاك تيقول امر، وهذا الجهاز ديال مجلس العصبه كينفذ يعني امر نغامر. وهذا الجهاز فيه فرنسا، بريطانيا، ايطاليا واليابان. هاد الدول هادي كتجمع ثلاثه المرات في العام، كيصوتوا على القرارات بالاجماع، وهذا المجلس ديال العصبه هو اللي كان كيراقب المستجدات الاراضي في اوروبا شنو تيدور فيها، ياك ما كاين شي توشويش، كما كاين شي توشويش من عند الدول الخاسره في الحرب شنو كاين تما. هادشي كانت كديروا هاد مجلس العصبه كان كيتكلف به، وكيتكلف كذلك بواش المعاهدات واش كتطبق كما تحطات، ولا كاين شي نغيز تما. الجهاز الثالث اللي كاين في العصبه ديال الامم سميتو الامانه العامه، وهذا الجهاز هو اللي كينفذ القرارات اللي كيعطيهم المجلس ديال العصبه. هذا الجهاز ديال الامانه العامه مكون من الامين العام وواحد المساعد ديالو وثلاثه ديال النواب. اخر جهاز غندويو عليه في هذه عصبه الامم هو محكمه العدل الدوليه، وهذا الجهاز هذا دار في سنه 1922. هذه محكمه العدل، هذه المحكمه العدل الدوليه بحال الا قلتي مداوله ديال الدول ماشي ديال الناس. كتجي مثلا سلوفاكيا ضد بنت المعطي، تشكي ضد النمسا بن علي، ومحكمة العدل الدولية كتحل لهم الخلاف سواء قرار ولا شوف شنو يديروا لهم. هاد الشيء مناش كانت مكونة هاد عصبة الأمم؟ وبطبيعة الحال هاد عصبة الأمم ما قدراتش تجيب السلم والسلام، بالعكس عاد ما كفساتها على أوروبا، والدليل هو الحرب العالمية الثانية. أجي دابا نشوفو كيفاش وقع تحول للثقل الاقتصادي من أوروبا لخارج العالم، كيفاش أوروبا اللي كانت حاكمة العالم، بل هي اللي بدأت فيها الثورة الصناعية والحماق، جاو موراها دول من موراها وعلقوا عليها في الاقتصاد. كيفاش ندويو على أول حاجة؟ انهيار بنية الاقتصاد الأوروبي وارتفاع الديون مور الحرب. الموارد الاقتصادية، الفلاحة، الصناعة، التجارة ديال أوروبا تفرعات في هذيك 4.5 سنين ديال الحرب. انخفض الإنتاج ديال الفخر ب30%، الفخر اللي هو من الضروريات الأساسية ديال الضروريات الأولية للحياة. في أوروبا في هاد 4.5 سنين تخربات الأراضي الفلاحية اللي كانت نايضة فيها القربالة والقنابل والمدافع الثقيلة، تلفات القبلة لبزاف ديال الأراضي الفلاحية الأوروبية. الأسمدة ولات قليلة، وأوروبا كان عندها نقص خطير في الأسمدة. الحمولة ديال الأسطول دي أوروبا اللي كانت كتغطي 90% ولات كتغطي 70% فقط. وهنا أوروبا لقات راسها مسكينة كتواجه واحد الأزمة اقتصادية قاسحة عليها. شنو غدير؟ غادي تسلف كريديات من ميريكان واليابان وشلا بلايس باش تلبي ليها الحاجيات العسكرية والغذائية باش تكمل الحرب. ايوا الديون ارتفعوا للقمم، قمم ديال الجبال. مثلا بريطانيا وصل الكريدي ديالها ل 4.4 مليار دولار، فرنسا لقات راسها قدام كريدي ديال 2.7 مليار دولار، ايطاليا كذلك لقات راسها قدام واحد الكريدي ديال 1.5 مليار دولار، وزيد امريكان استفدت من هاد الكريديات اللي عطات، يعني استفدت منهم من بعد. وهي علاش غندويو دابا شنو الاستفاده ديال بعض الدول الغير الاوروبيه من الحرب. امريكان واليابان كانوا كيمولوا وكيعطيو كريديات للدول الاوروبيه وكيستافدوا ويبقاو بعاد على الحرب، وبجوجهم ماشي دول أوروبية. اليابان راه في القارة الآسيوية، وأمريكان بعيدة في القارة الأمريكية. كانوا كيعطيو المواد الغذائية والفلاحية والصناعية باش يلبيو الحاجيات للدول اللي كتحارب مع بعضياتها، الدول الأوروبية اللي من قارة وحدة وكتحارب مع بعضياتها. أمريكان بهادشي الصادرات ديالها غادي ترتفع بواحد السرعة كبيرة، من 2.3 مليار دولار في 1914 4.2 مليار دولار في 1916، وغتنتقل بالزربة 6.2 مليار دولار في 1919. أوروبا كانت كتستورد اللحم من الأرجنتين والبرازيل وأستراليا، وكتستورد السكر من كوبا والبرازيل، كان عندها واحد النقص في السكر،
كانت كتستورد السكر من كوبا والبرازيل. ايوا هادشي كله، هاد الكريديات وهاد الاستيراد والنقص الحاد في بزاف ديال المواد الاوليه ساهم مع هاد الحرب هادي باندحار الاقتصاد الاوروبي، وجاو دول اخرين من موراه وطلعوا فوقه بحال الولايات المتحده الامريكيه واليابان. شكرا على الاستماع، وكنتمنى يكون عجبك الفيديو. الى اللقاء. السلام، مرحبا بكم في الدرس ديال الثورة الروسية وأزمات الديمقراطيات الليبرالية. من اللي كندويو على الثورة الروسية، احنا كندويو على الثورة اللي وقعت في دولة روسيا. هاد الثورة هادي وقعت في 1917. روسيا قبل من هاد السنة هادي اللي هي 1917 كان حاكمها واحد القيصر، وكان حاكمها بواحد النظام اللي نقدو نقولو نظام ديكتاتوري. فهاد الضغوط هادي غادي تنتج عليها ثورة اللي غتسمى بالثورة الروسية في 1917، باش غيولي يتحيد النظام القيصري ويتحول لنظام اشتراكي. هاد الفترة هادي اللي وقع فيها هاد الشهادة، هاد الثورة الروسية، كانت ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية في 1917. حيت الحرب العالمية الأولى بدأت في 1914، والحرب العالمية الثانية بدأت في 1939. فاليوم غندويو على الثورة الروسية، غندويو على ثلاثة ديال الحوايج: شنو الأسباب والمراحل ديال الثورة الروسية، شنو المشاكل اللي لقات روسيا كدولة اشتراكية من بعد هاد الثورة هادي، وكيفاش تبنات الاشتراكية، شنو هما الخطوات ديال البناء الاشتراكي، هادي تاني حاجة. وغندويو كذلك على واحد الحاجة اللي هي الأزمات الديمقراطية، يعني الديمقراطيات في ديك الوقت، الأزمات اللي دازت منها ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. وغندويو على إيطاليا وفرنسا كنموذج. نبدأ دابا بالثورة الروسية، الأسباب والمراحل، وكندوع على شي أسباب وقعوا حتى جات الثورة الروسية. فالثورة الروسية جات بسبب عدة عوامل، بسبب بزاف ديال الحوايج، بحال التحولات الاقتصادية والتناقضات الاجتماعية. وهنا غندويو على أن في القرن العشرين، يعني فاش تبدأ 1900، وقات الفلاحة التقليدية هي النشاط الرئيسي في روسيا. الناس عوالين غير على الفلاحة كمصدر أو كسورس اقتصادي، يعني واحد المصدر الاقتصاد ديالهم. في هذا الوقت هادي كانوا النبلاء والكولاك والطبقة ديال رجال الدين ديال المسيحيين كانوا كيسيطروا على الأراضي الزراعية، يعني الفلاحة، فهكا كيسيطروا على الفلاحين مساكن الفقراء اللي كانوا كيتسموا طبقات الموجيك. فهاد البلان كان ديال التفرقة الاجتماعية هي اللي عنيت بها تناقضات الاجتماعية. ووقع واحد البلان اللي هو روسيا بدات حتى هي كتصنع، بدات عندها الصناعة، فهاد الشيء غادي يدي حتى روسيا غادي يجيها داك الجوج طبقات اللي هما البرجوازية والطبقة العاملة البروليتاريا. هذا سبب من جهة. ندويو على سبب آخر اللي هو معارضة الحكم الاستبدادي. الشعب ديال روسيا ما كانش حامل داك الإمبراطور اللي كان شد روسيا ديك الساعة، اللي كان سميتو نيكولا الثاني. هاد نيكولا الثاني كان كيجمع ما بين السلطات كاملين، يعني جميع السلطات ديال الدولة كانت في يديه، السلطة التشريعية التنفيذية إلى آخره. فكان كيمنع الحرية، كان كيمنع ديك كيمنع حرية التعبير، كيطبق المصالح ديال النبلاء وديال رجال الدين وديال يعني الكولاك، هاد الطبقات اللي كانت هي الطبقات الراقية في يعني في أو السامية في ديك الوقيتة. فكان كيعطيهم كيحتكر على الطبقات الاخرين وكيعطيهم مناصب ساميه. ف
كانوا غير هما اللي كيسيطروا ويهيمنوا على داك المجلس ديال الدوما. المجلس ديال الدوما هو البرلمان الروسي آنذاك. بهذا الاحتكار هذا اللي كانت كتعيشه الطبقة الفقيرة، فبدات شي حركات ديال المعارضة كتخدم بسرية باش تأسس الحزب الاشتراكي اللي غادي يدير الثورة. وهذا الشيء وقع في 1917 وفعلا وقع. فكيرانسكي أسس الحزب الاشتراكي، ولينين أسس الحزب العمالي الاشتراكي، لينين فلاديمير لينين اللي هو جزء رئيسي في الثورة الروسية. فهاد جوج ناس، هاد جوج الناس غادي يصاوبوا لنا الحزب البولشوفي اللي غادي يولي سميتو الحزب الشيوعي. اما بالنسبة للبرجوازية فغادي تأسس واحد الحزب اللي هو القاديت، زعما جوج يتحاربوا، هاد جوج احزاب. فهذا كذلك سبب ديال المعارضة للحكم الاستبدادي اللي كان ديك الوقت. سبب اخر هو الحرب العالمية الاولى. الحرب العالمية الاولى كانت سبب كبير في الثورة الروسية. علاش؟ لان الاندلاع للحرب العالمية الاولى خلى روسيا انهزم امام المانيا في بزاف ديال المعارك، وهاد الانهزام هذا عرف خسائر بشرية ومادية كبيرة. فهاد الشيء غادي يؤدي لواحد الانخفاض في الانتاج الفلاحي والغذائي ديال روسيا، وبالتالي ولات البلاد كلها مهددة بالمجاعة، ما كاين ما يتكال، ما كاينش مر انتاج فلاحي وغذائي يعني في مستوى كبير. فالنتيجة كانت هي اندلاع الثورة الروسية. دوينا دابا على الاسباب ديال الثورة الروسية، غادي ندويو على المراحل ديال الثورة الروسية. مراحل الثورة الروسية في سنة 1917. الثورة الروسية دازت من جوج مرحلات، دازت من ثورة فبراير فيفغيي وثورة أكتوبر. يعني بدأت الثورة بعد في شهر جوج في 1917، دارت واحد المظاهرات شعبية كبيرة في العاصمة بيتروغراد في ديك الوقيتة، العاصمة الروسية في ديك الوقيتة. فالقيصر اللي كان شد روسيا نيكولا نازل على العرش، وتشكلت واحد الحكومة مؤقتة اللي كانت الأغلبية اللي شدت الحكومة من الطبقة البرجوازية اللي أصلا كانت مسيطرة على البلاد. الثورة اللي غتجي من موراها هي اللي غادي تكون يعني ديال الطبقة الفقيرة ديال العمال اللي كتسمى بالثورة البولشوفية. وهذه الثورة هذه هي المرحلة الثانية اللي غتكون في شهر أكتوبر، والحكومة المؤقتة اللي جات في فيفغيي غادي تنسحب، غادي تطير بسبب الثورة البولشوفية اللي غادي تكون في أكتوبر. علاش وقع هذا الشيء هذا؟ حيتاش هاد الحكومة المؤقتة اللي دارت في ثورة فيفغيي، هاد الحكومة هذه ما استجبتش بزاف ديال المطالب العمال والفلاحة مساكن الفقراء والجنود كذلك. فهاد الناس هادو اللي هما الطبقة الفقيرة آنذاك شكلوا واحد عدة مجالس، يعني عدة مجالس في الحزب البولشوفي اللي هو غيدير الثورة دابا في أكتوبر. هاد البولشوفية هادي كتدعم الفكرة ديال الاشتراكية، النظام الاشتراكي. فبالتالي غادي تقصى الحكومة المؤقتة وغادي تجي حكومة اشتراكية برئاسة فلاديمير لينين. هاد فلاديمير لينين هو الرأس ديال الحربة ديال هاد يعني هاد الثورة البولشوفية. فالدولة الاشتراكية دارت بزاف الإجراءات من بعدها بالزربة، يعني جرت على بزاف ديال الناس اللي كانوا يعني كيملكوا العقار ديال الأراضي وديال الممتلكات. ديك الطبقة اللي كانت حاكمة في عهد القيصر غادي يهبطوا ليها زنافرها الأرض، هي اللي كانت شدة الأراضي وشدة الممتلكات وشدة المصانع وشدة الحوايج. فغادي يحيدوا لها هاد الشيء هذا، غادي يعطيوه غير للشعب، يعني للشعب بوحده في إطار تطبيق الاشتراكية. وعطاو للشعوب اللي ماشي روسية
يعني في ديك الوقيته كان الاتحاد السوفيتي، الشعوب اللي ماشي روسيه اعطاوها انها تقرر المصير ديالها بيديها. وحاجه اخرى دارتها روسيا في هذه الوقيته هذه هي انها انسحبت من الحرب العالميه الاولى في 1917، وهذا الشيء تسنت فيه واحد الكونترا، واحد المعاهده اللي هي بريست ليتوفسك، هي اللي غادي يعني تخلي روسيا تنسحب من الحرب العالمية الأولى بشكل نهائي. هذا الشطر الأول من الدرس ديال الثورة الروسية، دوينا فيه على الأسباب ديالها، وعلى كذلك دوينا على حوايج أخرين اللي هما المراحل ديال هذه الثورة هذه. شكرا على الاستماع، ونتلاقاو في الجزء الثاني اللي هو مشاكل الدولة الاشتراكية وخطوات البناء الاشتراكي. مرحبا بك في الجزء الثاني من الدرس ديال الثورة الروسية. في هذا الجزء غندويو على مشاكل الدولة الاشتراكية وخطوات البناء الاشتراكي. بغينا بعدا نفهمو شنو هي الدولة الاشتراكية. الدولة الاشتراكية هي الدولة اللي مطبقة النظام الاشتراكي. هذا النظام الاشتراكي خرجوه لنا واحد جوج فلاسفة اللي قالوا بلي ان خاص الدولة تتبع هذا النظام اللي هو النظام الاشتراكي باش تكون عايشة واحد الحياة اللي زوينة. هاد جوج فلاسفة هما فريدريك انجلز و كارل ماركس. هادو جوج ديال الفلاسفة اللي اعطاو بحال قلتي اعطاو ديك الانطلاقة ديال مبدأ الاشتراكية. اول دولة غادي تطبق الاشتراكية هي الاتحاد السوفيتي او روسيا، يعني من بعد الثورة الروسية الثانية ديال لينين. طبيعة الحال واحد الدولة اللي كانت خدامة بواحد النظام قيصري باش تجي وترجعها دولة اشتراكية غتلقى بزاف المشاكل. فندويو على شنو المشاكل اللي واجهت الدولة الاشتراكية وشنو الخطوات اللي دارتها باش تبني هذا النظام في الدولة ديالها اللي هو النظام الاشتراكي. فالدولة ديال روسيا واجهت حرب أهلية، واجهت جوج مشاكل، واجهت الحرب الأهلية والتدخل الأجنبي. الحرب الأهلية كانت ما بين 1918 و1921 في روسيا، من بعد ما لينين دار الثورة البولشوفية وخد السلطة بين يديه ودار دوك القرارات الاستعجالية اللي بداها، يعني عجل بها باش يبني الدولة الاشتراكية ديالو اللي كتعارض البرجوازية، وكتآمن باللي البرجوازية والنبلاء ما هما إلا ناس بحالهم بحال الاشتراكيين بحال العمال، فخص يكون نظام اشتراكي. فهاد القرارات هذه ما بغاوهاش بزاف ديال الناس اللي هما من طبقة البرجوازية ومن طبقة النبلاء، فتكونات واحد الحرب أهلية بحال قلتي، حرب ما بين الأغنياء والفقراء، ما بين البرجوازية والنبلاء اللي صوبوا واحد الحرس سموه الجيش الأبيض، وما بين الجيش الأحمر اللي صوبوا يعني صوبوه العمال، أي الناس اللي شدين الدولة في روسيا آنذاك اللي هي الدولة الاشتراكية. هذه هي المشكلة الأولى اللي لقات روسيا من بعد ما بدأت كتطبق في الدولة الاشتراكية ديالها. ثاني حاجة وقعت يعني من بعد ما بدأت الدولة الاشتراكية كتطبق في روسيا، ألا وهي التدخل الأجنبي. يعني روسيا احتلت من طرف دول الحلفاء في بزاف ديال البلايص التابعين لها ديالها، فكان واحد تدخل أجنبي من أمريكان، من فرنسا، من بريطانيا كذلك. فهاد الدول هادو ديال دول الحلفاء عاونوا الجيش الأبيض، الحرس الأبيض اللي كان تابع للبرجوازية والنبلاء، ما عاونوش الجيش الأحمر اللي تابع للاشتراكية. فالاشتراكية هذه هي تاني ضربة غادي تقصيها من بعد ما بدات في روسيا، وهي التدخل الأجنبي اللي خربق ليها الحساب. فكما قلنا جوج مشاكل لقاتهم الدولة الاشتراكية، الحرب الأهلية اللي نات
والتدخل الأجنبي ديال دول الحلفاء فيها. من بعد ما دوينا على المشاكل ديال الدولة الاشتراكية، أجي ندويو دابا على واحد الحاجة مهمة اللي هي الخطوات اللي تبنى بها النظام الاشتراكي. يعني شنو وقع ملي جات الاشتراكية؟ شنو وقع؟ هذا هو السؤال. أول حاجة وقعت هي شيوعية الحرب. هاد شيوعية الحرب هي واحد الخطة اقتصادية خايبة بزاف تطبقات، يعني طبقوها الاشتراكيين في ديك الحرب الأهلية اللي كانت ما بين 1918 و 1921 ما بين البرجوازية وما بين طبقة الاشتراكية. ومن بين الإجراءات اللي دارت هاد يعني من بين الإجراءات اللي دارت الدولة الاشتراكية في ديك الساعة هي أنها منعات التجارة الحرة. ما بقات شي حاجة سميتها التجارة الحرة ديال تنوض مثلا وتبيع وتشري كيما بغيتي. إجراء آخر وقع هو أن وسائل الإنتاج ولات لكل شيء، للدولة كاملة الجميع ممكن يخدم بها وما يمكنش شي واحد يحتكرها ويخدمها لصالحه كملكية خاصة. الفلاحة جاتهم أوامر أن الفائض الإنتاج ديالهم غيمشي للدولة ما غيمشيش ليهم. واحد الإجراء آخر اللي دار هو الحزب الشيوعي اللي تابع للاشتراكية، قرروا أنهم يخليوه هو النظام الوحيد في روسيا ويقمعوا جميع الأحزاب الأخرى اللي تابعة لطبقات أخرى. هذا البلان هذا اللي هو شيوعية الحرب اللي شفنا فيه بزاف ديال الإجراءات الدارو، هذا البلان هذا عاد ما زاد يعني كفس الوضع الاقتصادي والاجتماعي في روسيا ديك الساعة. فروسيا الدولة الاشتراكية ديك الساعة عاقت باللي خاص شي سياسة اقتصادية جديدة، إلا مشاو هكا الدولة غادا في الهاوية. فدوينا على الخطوة الأولى في البناء الاشتراكي. الخطوة الثانية هي السياسة الاقتصادية الجديدة اللي جات في 1921 واللي كتسمى بالنيب. هاد السياسة هادي كتسمى بالنيب، دارت من 1921 حتى 1928. هاد السياسة هادي دارت بزاف ديال الإجراءات وأساليب جديدة اللي رأسمالية ماشي اشتراكية، يعني أساليب اللي تنعش الاقتصاد في روسيا حيت كانت غادا وكتدهور بسبب دوك الإجراءات الاشتراكية اللي دارت. فهاد السياسة هادي سمحت بالتجارة الحرة، يعني ممكن لأي واحد يتاجر كيما بغى، وبالملكية الخاصة الصغيرة في الصناعة والتجارة. يعني عطات لاكسي للرواسة المواطنين الرواسة أنهم يديروا واحد الملكية خاصة صغيرة يعني خاصة بهم في الصناعة والتجارة. وهذه السياسة سياسة ديال النيب كذلك عاونت في الانفتاح على الرأسمال الأجنبي، على الأجانب، يعني التعامل الاقتصادي الأجنبي. فهذه السياسة تقريبا حيدت كل شيء، حتى من ذاك الإجراء ديال أن فائض الإنتاج ديال الفلاح خاصو يمشي للدولة، حيداتو هاد السياسة اللي كتسمى بالنيب. فبسبب هاد السياسة الاقتصادية ديال النيب، هاد السياسة الاقتصادية الجديدة، انتعش الاقتصاد ديال الاتحاد السوفيتي ديال روسيا وتحسن الوضع الاجتماعي، ولكن رجعات ديك القضية ديال البرجوازية والإقطاعية. الخطوة التالية في البناء ديال الاشتراكية بدا من سنة 1928 وانت طالع. فوقع واحد التخطيط اقتصادي اشتراكي، وهذا البلان هذا جا في العهد ديال ستالين، جا في العهد ديال الحاكم ديال الاتحاد السوفيتي ديك الساعة لروسيا اللي كان سميتو ستالين. جحت لهم واحد الشيمة، واحد التخطيط اقتصادي ديال الدولة الاشتراكية ها فين غادا. هاد التصاميم اللي جاب ستالين كانت يعني 5 ديال التصاميم، وجاو باش يحققوا جوج غايات. أول غاية هي البنية الاشتراكية، هي أن هذا النظام هذا حتى هو ممكن يدير واحد البنية اشتراكية اللي تقدر أنها تخدم على مستوى الصناعة والتجارة والتعاونيات والإدارات ديال الدولة كذلك. يعني واحد التصميم ديالها كيفاش داير الاقتصاد ديال الدولة الاشتراكية جابوا لهم ستالين.
ثاني حاجة جات على ودها هي أنها تطور الاقتصاد السوفيتي من خلال الصناعات الثقيلة. كندويو على المطار الكبار، كندويو على الطيارات، كندويو على الطوموبيلات، على بزاف ديال الحوايج اللي كيتسموا بالصناعات الثقيلة. كذلك أنها تطور الصناعة الاستهلاكية اللي كيستهلكوها الرواسة، من بينهم الماكلة، من بينهم العافية، داك الفحم، شلا الحوايج اللي كيحتاجهم المواطن. وشبكة المواصلات، تندوي على شبكة المواصلات، تندوي على الترانات، تندوي على الطوبيسات، الطاكسيات. فهاد البلان هذا هو البلان الثاني اللي حطوا لهم سطانين، بغى جوج اهداف يتحققوا، هو ان البنية الاشتراكية تخدم وان الاقتصاد يتطور. هاد التصاميم او التخطيط الاقتصادي اللي دار ستالين شوية عاون الاقتصاد السوفيتي وتحسن الوضع الاجتماعي في روسيا، وزاد تعزز النظام الاشتراكي في روسيا. ما بقاش واحد النظام اللي بحال قلتي شوية اشتراكي شوية رأس مالي شوية كذا كذا، لا، ولا نظام اشتراكي عنده أسس واللي جابهم لنا سي ستالين. فهذا هو يعني البناء اللي وقع الاشتراكية في العهد ديال لينين وفي العهد ديال ستالين. شكرا على الاستماع ونتلاقاو في الفيديو الجاي. اهلا، مرحبا بكم في الجزء الثالث من الدرس ديال الثورة الروسية. وفي هذا الجزء هذا غندويو على الازمات ديال الديمقراطيات الليبرالية ما بين الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية، وغناخذو ايطاليا وفرنسا كنموذج. ايطاليا وفرنسا هما واحد جوج دول اللي كانوا في ديك الوقت ما بين الحرب العالمية الاولى فاش سالت حتى الحرب العالمية الثانية فاش بدات، كانوا ديمقراطيات ليبرالية، يعني النظام ديالهم ديمقراطي ليبرالي. فندويو على هاد جوج دول كيفاش دازت عندهم الأزمة ما بين انتهاء الحرب العالمية الأولى وبداية الحرب العالمية الثانية. ندويو على إيطاليا. إيطاليا تأزمات من مور الحرب العالمية الأولى وما بقاش فيها النظام اللي كان من قبل، جاها واحد النظام خايب اللي تسمى بالنظام الفاشي. الأوضاع في إيطاليا قبل ما يبان هذا النظام اللي تتسمى النظام الفاشي اللي جاء عن طريق موسوليني، كانت اقتصاديا عندها نقص في المواد الأولية ومصادر الطاقة والمواد الغذائية، وكان عندها ارتفاع الأسعار كبير، كتعاني اقتصاديا. أما اجتماعيا فالفلاح مساكن والعمال عانوا بالمعقول، وتدهورات الحالة ديالهم وتزادت الإضرابات والمظاهرات ديال الفلاحة والعمال مساكن. أما سياسيا فالسلطات اللي كانت ديك الساعة عند الملك فيكتور إيمانويل الثالث بدات تتولي محدودة، بدات تتحيد ليه السلطة شوية بشوية، وبدات كتضعف ديك الحكومة الديمقراطية اللي كانت في إيطاليا ديك الساعة. وحيت الاشتراكية بدات كتنتشر في العالم، البرجوازية غادي دير واحد الحلف مع اليمين المتطرف وغادي أسسوا واحد الحركة سميتها الفاشية. هذا النظام الفاشي غادي يوقع في إيطاليا في سنة 1922 من بعد الحرب العالمية الأولى، وأسسوا موسوليني وتسمى بالحزب الفاشي. هذا الحزب هذا عنده أسلوب ديال العنف. هذا الحزب هذا يعني تستخدم العنف باش يضعف الخصوم الاشتراكيين ديالو، وفي اخر المطاف غادي يسقط الحكومه الديمقراطيه في اكتوبر 1922، وتما غادي يتقام النظام الفاشي في ايطاليا، نظام ديكتاتوري في ايطاليا وتوسعي في خارج ايطاليا. هذه هي الازمه اللي وقعت في الدوله الايطاليه ما بين نهايه الحرب العالميه الاولى وبداية الحرب العالمية الثانية.
اجي نشوفو دابا فرنسا. فرنسا حتى هي ما كانت مزقوله من المشاكل، كانت عندها مشاكل اقتصاديه حيت خسرات البشر بزاف في الحرب العالميه الاولى، فكانت واحد النتائج خايبه على فرنسا. الميزان التجاري يعني ما بين الصادرات والواردات، كانت الواردات اكثر من الصادرات، فوقع واحد العجز في الميزان التجاري ديال فرنسا، والسلع الاجنبيه ولات فارعه فرنسا، يعني فرنسا ما بقاتش كتنتج يعني قد ما كتستارد. وهاد البلان هذا غادي يفرع فرنسا بالبيان في الاقتصاد ديالها. من بين المشاكل كذلك كانت مشاكل اجتماعيه، وهي ان كاع الفئات الاجتماعيه تضررات، حيث انتشرت البطاله، الخدمه ما كايناش، وكانت عندها مشاكل ديال الفقر وزيد وزيد. كذلك كانت مشاكل سياسيه، حيث بانت واحد الجماعات متطرفه واستعملت البرلمان باش تضعف الحكومه وتطيرها في شحال من مره، ولكن ما صدقاتش فرنسا، ما وقعش لها واحد الاسقاط للحكومه، بقات الحكومه واخا كان عندها واحد الاستقرار ما كاينش تقريبا منعدم، ولكن بقات ما وقعش لها واحد الاسقاط للحكومه الليبراليه ديالها، يعني النظام الليبرالي قاوم فرنسا واخا كان على زغبة غادي هو يتحول لنظام ديكتاتوري ولا شوف شنو يكون. هنا نكونوا سالينا هذا الدرس، شكرا على الاستماع، ونتلاقاو في درس اخر، الى اللقاء. سلام، معكم أوبيو، مرحبا بكم في الدرس ديال أزمة العالم الرأسمالي الكبرى لسنة 1929. اليوم غندويو على واحد الأزمة اقتصادية كبيرة وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1929. وهاد الأزمة هادي ما بقاتش غير في أمريكان، انتشرت في العالم كامل تقريبا، يعني حيت الاقتصاد الامريكي الرأسمالي مرتبط بالبلدان الاخرى كامله اللي كاينه في العالم. فغندويو على شنو هي الاسباب ديال هاد الازمه داخل امريكان الولايات المتحده الامريكيه، وغندويو كيفاش انتشرت هاد الازمه في باقي دول العالم الرأسمالي، وغندويو كذلك نجاوبو على السؤال ديال كيفاش واجهها العالم هاد الازمه، كيفاش العالم واجه هاد الازمه. ندويو على اول حاجه اللي هي الازمه الاقتصاديه في الولايات المتحدة الأمريكية، نشوفوا كيفاش بدأت الأزمة في الميريكان نيت. فالأزمة الاقتصادية ارتبطت بالنظام الاقتصادي اللي هو النظام الرأسمالي اللي في ميريكان، وهنا غادي توقع أول حاجة اللي هي صعوبة التسويق الداخلي. بسبب هذا النظام اللي هو النظام الرأسمالي، ميريكان فاش بدأت الحرب العالمية الأولى كانت أكثر دولة كتنتج اقتصاديا، الانتاج الاقتصادي تطور بالزربة فيها. غير في 4 سنين كان كيتزاد تقريبا الانتاج كل عام كيتزاد 2 مليار دولار. كندويو على ديك الوقيته، فلوس ديال ديك الوقيته ماشي هما ديال دابا. وهذا الشيء وقع حيت ميريكان كانت عندها التقنيه، كانت متقدمه تقنيا، وحتى الاساليب ديالها كانوا متقدمين، فكان عندها الرواج، الدول كاملين تيشريو من عندها من نهار بدات الحرب العالميه الاولى. ولكن الدخل الفردي ديال المواطن الامريكي ما تزادش، كان كيمشي شويه بشويه كيتزاد، ماشي تزاد نيت. فهاد الشيء غادي يفروح الاقتصاد ديال ميريكان، دوله كتنتج بزاف ولكن المواطن ما عندوش واحد الدخل الفردي اللي كبير باش يشري. وقعت واحد الكسيده اقتصاديه في ميريكان، يعني المواطن الامريكي ما عندوش دخل فردي كبير، ما طلعش ليه الدخل الفردي، ولكن ميريكان كتنتج بزاف، فهاد الشيء وقع فيه واحد التضخم ديال الانتاج وسبب مشاكل ديال الاقتصاد الامريكي بالخصوص. حيت ملي كندويو على الاقتصاد راه كندويو حتى على المواطن، المواطن راه جزء مهم في الاقتصاد. فالصعوبه ديال التسويق الداخلي داخل ميريكان كان سبب ارتبط بالازمه الاقتصاديه اللي شهدها العالم. ثاني حاجه غندويو عليها هي الصعوبه ديال التسويق الخارجي. سالينا الداخلي، غندويو على الصعوبه ديال التسويق الخارجي اللي وقع لميريكان. ميريكان كان عندها واحد الضغط،
حيتاش الدول الأوروبية بدأت تبني الاقتصاد ديالها من مور الحرب، بدأت تتحسن من الاقتصاد ديالها ولات كتنافس ميريكان في الأسواق الخارجية. وفي نفس الوقت ميريكان كان عندها واحد العدو مور الحرب العالمية الأولى اللي هو اليابان. عرفتي كان واحد كانت اليابان واحد الدولة اللي كتزاحم ميريكان في الاقتصاد، حتى هي كتنتج وكت كت يعني كتخربق لها المنافسة. فهاد الشيء هذا يعني مع هاد الانتشار المنافسة الأجنبية، الدول الرأسمالية كلها ولات كدير شي حاجة سميتها الحماية الجمركية، يعني كتفرض قيود على الواردات. أجي يا سيدي بغيتي الماركة ديالي خاصك تخلص قدة وقدة على كل منتج خديتيه، فهذا غيزيد الطين بلة، غيبلل الطين وغادي يصعب تسويق ديال ميريكان خارج يعني ميريكان نيت براسها في العالم، زعما التسويق ديال ميريكان في العالم. تالت حاجة ندويو عليها هي المضاربات البورصاوية، وهنا غندويو على البورصة. الاقتصاد ديال ميريكان من اللي ازدهر في الحرب العالمية الأولى ومن موراها، فتزايدت المضاربات المالية. هاد المصطلح كاين في البورصة اللي تسمى المضاربات يعني المالية. هاد المضاربات المالية اللي كاينة في البورصة وول ستريت، الأكبر بورصة في نيويورك في أمريكان اللي هي بورصة وول ستريت، عرفت الأسعار ديال الأسهم ديال الشركات واحد الارتفاع كبير، يعني واحد الارتفاع فائق، لدرجة أن هاد الأسهم هادي فاقت هادوك المداخل ديالها. مثلا شركة كتكون تدخل ما عرفت غير ما تدخل، مثلا نديرو حنايا شركة تدخل 400 مليون والسهم يعني سعر السهم الواحد مثلا عندها هو مليون وهي عندها واحد 600 سهم، فهاد الشيء هذا كي يعني الأسعار ديال الأسهم كتفوق المداخل ديالها في السنة، فكانت النتيجة هي الإفلاس ديال المساهمين في البورصة. فهنا كندويو على ثلاثة الأسباب اللي هي صعوبة التسويق الداخلي، صعوبة التسويق الخارجي، والمضاربات البورصوية اللي شرحناها عدّا. فباش نختصروا غنديروا واحد التدرج اللي وقع في مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على الشكل اللي جاي دابا. أول حاجة وقع واحد التضخم ديال الإنتاج، يعني ميريكان ولات كتنتج بزاف، فانخفضت الأسعار، يعني الأسعار ديال الماكلة ولا ديال المنتوجات ولات يعني القيمة ديال السعر قليل ولا صغير. فهنا غادي الشركات الصناعية بزاف منها، شركات صناعية وتجارية ومؤسسات مالية ومؤسسات الفلاحة، بزاف منها غيوقع لها إفلاس. ملي غيوقع إفلاس غادي تطردوا العمال، ملي غيتطردوا العمال غتنتشر البطالة، ملي انتشرت البطالة انخفضت الأجور، ملي انخفضت الأجور وقع يعني واحد المجموعة من الإضرابات ومظاهرات، ومن موراها وقعت واحد الهجرة قروية كبيرة في ميريكان. هاد الشيء اللي وقع ببساطة يعني من مور هاد الأزمة هادي. نعود باش تزيد تفهم كيفاش تدرجات المظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ديال 1929. وقع واحد التضخم للإنتاج، الإنتاج ولا كبير، فانخفضت الأسعار، يعني ولا مسكين السيد تي مثلا تيمشي يجيب البطاطا وينقيها ويصوبها ويقدها في ميكات ويبيعها بواحد السعر قليل، ورا هاد الشيء هذا ما غيستمرش. فالشركات ديال الصناعة والتجارة والمؤسسات المالية والفلاحة غادي شنو؟ غادي يوقع لهم واحد الإفلاس، لأن داك الشيء اللي كي ياخدوا كفلوس ولا كقيمة ديال السعر داك الشيء اللي كينتجو ولا قليل. شنو غيوقع ملي غيوقع الإفلاس ديال الشركات؟ غيتطردوا العمال، ملي غيتطردوا غتنتشر البطالة، غادي تنخفض الأجور، نعم سيدي، غادي يوقعوا إضرابات ومظاهرات، وغادي تنوض واحد الهجرة قروية كبيرة من القرية للمدينة. هذه هي الأزمة الاقتصادية اللي وقعت في ميريكان سنة 1929. المرة الجاية غندويو على الأزمة كيفاش انتشرت في باقي دول العالم الرأسمالي.
شكرا على الاستماع، نتلاقاو في الجزء الثاني. في هذا الجزء هذا غندويو على انتشار الأزمة في باقي دول العالم الرأسمالي. الأزمة انتقلت لباقي دول العالم الرأسمالي بطرق كثيرة ومتعددة، من بينها أنه من بعد ما اندلعت الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية، ميريكان غادي تسحب الرساميل ديالها من دول العالم الرأسمالية في ذيك الوقت. بحال الا قلتي ميريكان كانت دايره شركات ديالها في العالم، يعني في دول العالم الرأسمالي، وحيداتهم رجعاتهم باش تستافد منهم هي النيت، فهاد الشيء هذا غادي يوقع وغادي تضرر منه الدول اللي كانت مرتبطه بالرأسمال الامريكي، يعني كانت عواله ديما على ميريكان في الاقتصاد ديالها. وفي نفس الوقت ميريكان غادي في نفس الوقت غادي تسترجع حتى دوك الديون القروض ديالها الخارجيه، وما غاديش تبقى تعاون الدول، يعني غادي يوقع واحد الانخفاض في المساعدات ديال ميريكان للدول، غادي ترجع القروض ديالها اللي عطات للدول، يعني اطلب من الدول ان ترجع لها فلوسها، وغادي ما تبقاش تعاون الدول بنفس الطريقه وبنفس المستوى اللي كانت كتعاونهم به قبل من الأزمة. هادشي دارتو حيت عندها أزمة، فهادشي طبيعة الحال غيضرر بزاف ديال الدول في العالم. حاجة أخرى غندويو عليها هي أن منمور، حيت شحال هادي ما كانتش الحماية الجمركية، ولكن منمور ما نهجات ميريكان الحماية الجمركية وتبعتها الدول كذلك الدول الأوروبية وبزاف ديال الدول، غادي تدهور المبادلات التجارية الدولية. غير الجمارك راه بحال قلتي تيديو واحد المونطون كبير، فمثلا انت عندك شركة تتصاوب واحد المونتاج مثلا بمية درهم، ايوا انت تيبغي يشري من عندك شي واحد تتقام عليه بتلتمية ولا خمسمية، فما تيبقاش يبغي يشري، فهذا الشيء تيدي لواحد التضرر لك انت، فبطبيعة الحال غادي تحبس. وهذا الشيء اللي وقع للدول الرأسمالية، فكان عندهم واحد الإنتاج كبير ضخم، ولكن بسبب الحماية الجمركية غادي يوقع عليهم واحد الانخفاض كبير في الطلب، يعني في الطلب الخارجي على المواد الأولية اللي كتشكل صادرات المستعمرات. وحاجة أخرى غادي تزيد يعني تفرع الطرح، اللي هي أن في نفس هذا الوقت هذا تزايد الاستغلال الاستعماري، فما تسناش ان مثلا فرنسا الا استعمرت شي دوله فراه غادي تولي منها تشري من دوله اخرى اللي هي اصلا منافسه معها، راه امبوسيبل هادشي. فهكا انتقلت الازمه من ميريكان لباقي دول العالم الرأسمالي. عندوي ودابا على كيفاش تأزمت الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه في باقي دول العالم الرأسمالي. ما بين 1929 فاش بدات الأزمة حتى 1932 غادي ينخفض الإنتاج الصناعي والفلاحي بواحد الشكل كبير، بل حتى المبادلات التجارية غادي تنخفض. في المقابل غادي ترتفع نسبة البطالة بواحد الشكل كبير، لأن تطردوا العمال بزاف من الشركات حيت الشركات دارت الإفلاس، فالبطالة غادي تفرقع أكو. حاجة أخرى اللي وقعت هي أن ألمانيا كانت أكثر دولة أوروبية تأثرت بهذه الأزمة هذه، حيث كانت مرتبطة الاقتصاد ديالها كان مرتبط بالرأسمال الأمريكي، كان مرتبط بميريكان، فغادي تفرع بالجهد في هذه الأزمة هذه. في المقابل بريطانيا وفرنسا اللي كنعرفوا تأثروا، ولكن ما تأثروش بدرجة كبيرة بحال ألمانيا، يعني تأثروا بدرجة قليلة امام، يعني حيت كانوا معتمدين بالاساس في الاقتصاد ديالهم على المستعمرات اللي كانوا مستعمرين، ولكن المانيا لا. اليابان حتى هي غادي تضرر بالجهد. اليابان غادي تضرر من هذا التدهور هذا ديال المبادلات التجاريه بسبب الجمارك بطبيعه الحال، فغادي تلجا انها غادي تغرق الاسواق الخارجيه بدوك البياس الرخاص
فهادو دول لقوا الحل، ولكن ألمانيا تكفست عليها بالبيان، تأزمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ديالها. كلات الدق بالجهد، كلات الدق ألمانيا. واحد الوقيتة ألمانيا راه كان تقريبا شي 22 مليار مارك، مارك اللي هي عملة ديال ألمانيا، 22 مليار مارك كتشري به خبزة، تخيل. فتأزمت بالجهد نيت. فهنا غنكونوا دوينا على هذا الجزء هذا اللي هو الأزمة الاقتصادية خارج ميريكان في باقي دول العالم الرأسمالي. شكرا على الاستماع، نتلاقاو في الجزء الجاي اللي هو طرق مواجهة الأزمة الاقتصادية، يعني كيفاش، شنو داروا، شنو الحوايج اللي داروا باش يواجهوا هذه الأزمة هذه. نتلاقاو في الفيديو الجاي، إلى اللقاء، باي باي. اهلا، مرحبا بك في الجزء الثالث من الدرس ديال الأزمة الاقتصادية في 1929، وغندويو على طرق مواجهة الأزمة الاقتصادية. نشوفوا شنو داروا الدول الرأسمالية مع هاد الأزمة هذه، وغندويو على اول خطوة دارتها أمريكان، الولايات المتحدة الأمريكية، ودارتها كنموذج للدول الديمقراطية. اول خطوة كانت هي الخطة الجديدة واللي كتسمى بنيو ديل. نيو ديل يعني باللغة الإنجليزية هي، بالعربية هي الخطة الجديدة، بالإنجليزية هي نيو ديل. هاد نيو ديل هادي دارها الرئيس في ذلك الوقت في 1933، دارها الرئيس فرانكلين روزفلت. هاد الخطة اللي كتسمى بالخطة الجديدة، وهاد الخطة تضمنت بزاف ديال الإصلاحات، من بينهم في الميدان المالي، الميدان الفلوس، تفرضت واحد الرقابة دولية على الأبناك والبورصة. يعني غتولي الدولة تحضي الأبناك والبورصة كيفاش غاديين، كيفاش هادي، كيفاش غاديين، كيفاش جايين، باش تشوف وما يوقعش نفس المشكل اللي وقع في 1929. غادي كذلك ميريكان غادي تخفض من القيمة ديال الدولار، وغادي تمنع واحد المنع كلي لتصدير الذهب والفلوس. هادو هما الإصلاحات اللي دار فرانكلين على الميدان المالي، يعني في الخطة الجديدة اللي هي النيو ديل. في الميدان الفلاحي غادي فرانكلين روزفلت غادي يأس على أنهم يقدموا واحد التعويضات للفلاحة اللي بغاو يخفضوا من الإنتاج ديالهم، اللي بغاو صافي، يعني بغاو ما يبقاوش ينتجوا شي حاجة اللي ما كتبعش ليهم، فغادي يعطيهم تعويضات على داك الفائض الانتاج. كذلك غادي يعاون فرانكلين، غادي يعاون في هذه الخطه الجديده، يعاون الفلاحه اللي عندهم مساكن، عندهم الديون، اللي عندهم الكريديات. فالنيو ديل غادي تعاون بالجهد في الميدان الفلاحي. ندويو على الميدان الصناعي. ففي الميدان الصناعي حتى هو غادي يلح فرانكلين انهم يقلصوا من الانتاج ويخفضوا من مده العمل، يخفضوها لـ8 السوايع باش العمال يرتاحوا، وكذلك يقلصوا من الانتاج باش لا العمال يرتاحوا ولا حتى ما يبقاش داك المشكل ديال العرض والطلب. صافي تنتج داك الشيء اللي خصو يتنتج وصافي. هذا الشيء وقع في الميدان الصناعي. في الميدان الاجتماعي غادي يصوب فرانكلين في هاد الخطه الجديده، غادي يصوب واحد المشاريع كبيره اللي غادي يعني تخدم الناس اللي عاطلين على العمل، وغادي يعطي واحد التعويضات على البطالة، ويعطي التأمين على الشيخوخة، الناس اللي كبروا في العمر، وكذلك غادي يحدد واحد الحد أدنى للأجور اللي يكون مزيان اللي يقدر يعيش به المواطن آليز. فرانكلين روزفلت غادي يصوب داكشي على حقه وطريقه في هذه الخطة الجديدة. فالخطة الجديدة أعطت نتائج إيجابية زوينة الفترة ما بين 1933 و 1937. غادي ينتعش الاقتصاد الأمريكي، غادي تنخفض نسبة البطالة، ولكن من 1938 ولات النتائج سلبية، حيتاش تجددات المظاهر ديال الأزمة، حيت بزاف ديال الأمريكيين ما بقاوش ملتزمين بالإجراءات ديال فرانكلين روزفلت ديال الخطة الجديدة. فأمريكان دارت الخطة الجديدة باش تواجه الأزمة الاقتصادية 1929. نشوفوا شنو دارت ألمانيا اللي تضررت بالبيان
في هذه الأزمة هذه، نشوفوا شنو دارت باش عاونات وواجهات الأزمة الاقتصادية. في 1933 هتلر غادي يعطي إجراءات اللي غادي تواجه هذه المخلفات ديال الأزمة الاقتصادية. غادي يدير واحد التحديد للإنتاج والأسعار والأرباح، وغادي يراقب المبادلات التجارية على حقها وطريقها. غادي يفرض نظام التعاونيات المختلطة، يعني تعاونيات غادي يكون عندهم نظام خاص بهم، وغادي يكون عندهم يعني واحد السيرورة اللي كيتحركوا فيها بطريقة مزيانة. باللي وقع هذا النظام تزادوا التعاونيات وازدهر الاقتصاد ديال ألمانيا نوعا ما. غادي يخفض الأجور وغادي يلح على منع الإضراب، ما يبقاوش الناس يديروا الإضراب. غادي يفصل العملة ديال ألمانيا اللي هي المارك، العملة ديال المارك الألماني غادي يفصلها وما غتبقاش يعني مرتبطة بالذهب، حيت العملة الألمانية قبل كانت مرتبطة بالذهب، طلع الذهب تطلع العملة، نزل الذهب كتنزل العملة، داكشي يعني سعر العملة مرتبط بالذهب. دابا لا، هتلر غايجي يحيد داك يعني الارتباط ما بين الذهب وسعر العملة. فكذلك هتلر غادي يلح على حاجة أخرى اللي هي غادي يشغل العاطلين على العمل في الخدمة العسكرية الإجبارية. غادي يكون واحد جنيد إجباري في ألمانيا اللي غادي يخدم فيه العاطلين على العمل في الأوراش والأشغال العمومية وصناعة الأسلحة. فهذا شيء غيعاون الاقتصاد ديال ألمانيا نوعا ما كذلك. وهنا غنكون سالينا هذا الدرس، هذا نتلاقاو في الدرس الجاي. إلى اللقاء. في 1939 بدأت الحرب العالمية الثانية. هذا الدرس زوين، غنناقشوا فيه هذه الحرب هذه اللي غامضة زوينة. فندويو على الحرب العالمية الثانية كيفاش وقعت ما بين دول المحور اللي هما ألمانيا وإيطاليا واليابان ضد دول الحلفاء اللي هما فرنسا وبريطانيا وميريكان والاتحاد السوفيتي اللي هو روسيا حاليا. فالحواج اللي بغينا نعرفه في هذا الدرس ديال الحرب العالمية الثانية هو شنو الأسباب ديال هذه الحرب هذه، وكيفاش تطورت، شنو هما الأطوار، يعني كيفاش تطورت هذه الحرب هذه، وبغينا نعرفوا النتائج اللي جات من موراها اقتصاديا واجتماعيا في العالم، كيفاش ولا الاقتصاد والمجتمع ديال العالم كذلك. في هذا الجزء الأول غندويو على أسباب الحرب العالمية الأولى، وغنبداو بأول حاجة اللي هي المخلفات، يعني داكشي اللي خلات المعاهدات ديال الصلح القاسية اللي دوينا عليها في الدرس الأول، دوك المعاهدات ديال الصلح القاسية اللي دارت على الدول من بينها ألمانيا ومن بينها النمسا وهنغاريا إلى آخره، والأزمة الاقتصادية اللي جات في 1929 كيفاش هذه هي اللي ساهمت في ظهور الأنظمة الديكتاتورية، مثلاً هتلر في ألمانيا، موسوليني في إيطاليا. هاد جوج أنظمة ديكتاتورية راه بانت بسبب هاد القساوة اللي كانت ديك الساعة ديال معاهدة الصلح والأزمة الاقتصادية ديال 1933. فمن ثم توترت العلاقات. فغندويو شوية على هاد الشطر الأول والشطر الثاني غندويو عليه كذلك. فالمعاهدات ديال الصلح فرضات أو تفرضات على الدول اللي انهزمت في الحرب العالمية الأولى، فرضات عليها قيود ترابية أنها حيدت لها بزاف ديال الأراضي ديالها، وفرضات عليها قيود عسكرية حيدت لها بزاف ديال العسكر بحال ألمانيا مثلا، ومالية يعني تكلفة الحرب. ألمانيا مثلا راها كانت بحال هي اللي هزت الدقة ديال الحرب العالمية الأولى. فهاد الشيء هذا، هاد المعاهدات اللي تفرضت على الدول اللي كانت قاسية، أدات لظهور واحد الأحزاب اللي متطرفة، واحد الأحزاب اللي قاسحة وقوية وديكتاتورية متطرفة في هاد البلدان بحال ألمانيا وإيطاليا إلى آخره. فأول حزب ندويو عليه هو الحزب النازي، الحزب النازي الألماني، هذا هو اللي كان بزعامة أدولف هتلر، الحزب دياله هو الحزب النازي. وهذا الحزب هذا أعطى بزاف ديال المبادئ
اللي قومية ومتطرفة بحال قلتي. هاد الحزب بحال قلتي شي واحد عنده شي دين وما تيبغيش يعني الأديان الأخرى تكون في الدولة ديالو، تيبغي الدين ديالو هو اللي يكون. هذا هو اللي تنسميه بالقومية المتطرفة، يعني تيكون عنده واحد المذهب ولا ما تيبغيش شي واحد يعارضه، اللي عارضه يموت. هذا الديكتاتورية كانت عنصرية وكانت باغت توسع، باغت توسع يعني في العالم، باغت تحكم العالم بصفة نيشان، باغت تحكم العالم. هتلر كان باغي يحكم العالم وكان باغي يحيد الديمقراطية والاشتراكية. هذه أول حاجة دوينا عليها، أن المعاهدة ديال الصلح اللي تفرضت على الدول المنهزمة خلات الديكتاتوريين يبانوا. ثاني حاجة هي أن الحكومات الديمقراطية اللي كانت في الدول الأوروبية ديك الساعة وفي اليابان ما قداتش أنها تواجه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية اللي جات من مر الأزمة 1929. وهكا ديك الأحزاب المعارضة اليمينية المتطرفة اللي دوينا عليها، ديك الأحزاب اللي كتكون متشددة وعنصرية، بدات كتطلع في بلاصة هاد الأحزاب الديمقراطية. فكانت النتيجة هي أن الأنظمة الديكتاتورية هي اللي ولات، يعني هي اللي ولات حاكمة بزاف ديال الدول اللي كانت عندها حكومة ديمقراطية. بحال شكون بحال النظام النازي الألماني. دابا هاد الأنظمة هادي الديكتاتورية بحال النظام النازي ديال ألمانيا ولا النظام الفاشي ديال إيطاليا، كل ما كانتش 1929 ديك الأزمة الاقتصادية القاسحة، وكل ما كانتش ديك المعاهدات اللي قاسحة وقاسية اقتصاديا اللي دارت من مور الحرب العالمية الأولى، ما كانتش غتبان هاد الأنظمة هادي نهائيا. هتلر فاش غيوصل للحكم في 1933 غادي يتخلص من القيود ديال معاهدة فيرساي كاملة، غادي يعمم الخدمة العسكرية الإجبارية، وغادي يطور الصناعة الأسلحة والتسليح في المنطقة ديال الراين. هاد المنطقة ديال الراين بحال قلتي البقعة فين كيكون فيها مجموعين العسكر ديال الدولة الألمانية. كذلك غادي يسترجع واحد المنطقة سميتها منطقة السار. ومع هاد الأزمة الاقتصادية اللي كانت ضربة العالم ديك الوقيتة، انتشرت الحماية الجمركية وتزادت الضغوطات، حيت هاد الحماية الجمركية متفقة مع هاد الديمقراطيات الغربية بحال بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، حيت هما اللي خرجوها أصلا. ولكن الأنظمة الفاشية لا، الأنظمة الفاشية ما عندهاش مع هادشي، فنض واحد الصراع، وهادشي وقع بسبب السيطرة على الأسواق الخارجية وامتلاك المستعمرات. حيت هاد الدول اللي ولات حاكمينها واحد القادة ديكتاتوريين، واحد الأحزاب ديكتاتورية، بغات تسيطر على الأسواق الخارجية وبغات تمتلك المستعمرات، ما بغاتش هي داك البلان ديال الحماية الجمركية ولا. فنض الصراع. هذا الشطر الأول دوينا فيه على كيفاش ساهمت المخلفات ديال المعاهدات ديال الصلح والأزمة الاقتصادية في ظهور واحد الأنظمة ديكتاتورية وبسببها توترات العلاقات الدولية. فهاد الشطر الثاني ندويو على واحد السبب ديال الحرب العالمية الثانية، واللي هو أن التحالفات اللي وقعت وكيفاش الأنظمة الفاشية توسعات، هاد الشي مهد للحرب العالمية الثانية. فندويو شوية على الأنظمة اللي تحالفات مع بعضياتها، وهذا الشيء كون واحد الحوايج اللي سببوه في الحرب العالمية الثانية. فأول حاجة وقعت هو أن ألمانيا وإيطاليا كانوا قرابين في الخريطة. ألمانيا وإيطاليا ما بيناتهم غير واحد الجبهة سميتها ستريسا، يعني هذيك هي اللي بيناتهم، ويوليو بحال قلتي دولة واحدة. فهذيك الجبهة نادو هرسوها، نادو حطموها ديال ستريسا، وبحال قلتي ولاو دولة واحدة. فولا واحد التحالف ما بين ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية بموسوليني، ألمانيا بهتلر وإيطاليا بموسوليني، هتلر وموسوليني تصاحبوا. فهاد القوميين المتطرفين غادي يتحالفوا، وكذلك غادي يتحالفوا مع القوميين المتطرفين اللي كاينين في إسبانيا فاش كانت نايضة عندها الحرب الأهلية ديك الساعة، فاش كانت نايضة الحرب الأهلية بإسبانيا. وموراها غادي يتصاوب واحد المحور سميتو محور برلين روما طوكيو. هاد المحور هذا هو واحد الحلف عسكري
فيه ألمانيا وإيطاليا واليابان، يعني داخلين فيه بثلاثة، لأنهم يتعاونوا عسكريا في أي حرب ناضت. فكان واحد الحلف عسكري اللي سميته محور برلين روما طوكيو، فيه ألمانيا بهتلر وإيطاليا موسوليني واليابان بطوجو. دوينا دابا على التحالفات، إوا دابا ندويو على التوسعات اللي دارتها الأنظمة الديكتاتورية الفاشية. فهنا كندويو دابا على التوسعات اللي دارتها الأنظمة الفاشية، ماشي شي دول أخرى. فاليابان غادي تحتل منطقة منشوريا اللي كاينة في الصين، اليابان غادي تدخل للصين بصفة عامة. إيطاليا غادي تغزو إثيوبيا، يعني إيطاليا غادي تغزو إثيوبيا. ألمانيا غادي تضم النمسا، وغادي دير واحد اللعبة سميتها الأنشلوس بحال اللي قلتي، تتخلط الأعراق اللي هما أصلا كانوا من قبل عرق واحد. فهاد اللعبة هادي دارتها ألمانيا اللي هي الأنشلوس. ألمانيا غادي تستولي على واحد المنطقة سميتها السوديت، هادي ديال تشيكوسلوفاكيا، واحد المنطقة في تشيكوسلوفاكيا سميتها السوديت، وغادي من بعد غادي تستولي على تشيكوسلوفاكيا كاملة. يعني غتقول انا استوليت اللهم نستولي على الارض كلها. هاد البلان كان كيديرو هتلر باش يعزز المجال الحيوي، يعني باش بلادو تنتعش اقتصاديا من جميع الجوانب الاقتصادية. فآخر غزو اللي عندو قبل الحرب العالمية الثانية قبل ما تبدأ هو الغزو ديال ألمانيا الأراضي ديال بولندا، أراضي البولونيا، وهنا غادي تبدأ الحرب العالمية الأولى. أهلا، غنكملو مع المراحل ديال الحرب العالمية الثانية. غنذكرو جوج مرحلات اللي كانوا في الحرب العالمية الثانية. المرحلة الأولى كانت من 1939 حتى 1942. هاد المرحلة هادي حققت دول المحور فيها واحد التوسعات كبيرة. ملي كندويو على دول المحور كندويو على ألمانيا، إيطاليا، اليابان. فكندويو هنا على الحرب العالمية الثانية في 3 سنين الأولى ديالها اللي هي المرحلة الأولى. الحرب العالمية الثانية غتبدأ في 1939 فاش غيقصف هتلر بولندا. فالحرب بدأت بواحد التوسع ألماني كبير في أوروبا، يعني توسعات في أوروبا مزيان. الجيش الألماني استولى على بزاف ديال البلدان في أوروبا الشرقية، توغل وتوسع في الأراضي السوفيتية، واحتل الدول وبزاف ديال البلدان سكندينافية بحال الدنمارك، السويد، النرويج، فنلندا، هادو كلهم زرب عليهم الجيش الألماني مع البداية ديال الحرب. وهبط كذلك هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، هادو كلهم دخل فيهم. في يونيو 1940 ألمانيا احتلت فرنسا. فرنسا اللي ما قداتش تحتلها في الحرب العالمية الأولى احتلتها ألمانيا في الحرب العالمية الثانية في 1940، ودارت فيها واحد الحكومة فرنسية كانت موالية لهتلر، وكانت هاد الحكومة كيترأسها واحد الجنرال سميتو باتان. هاد باتان هذا هو اللي كان مرأس الحكومة ديال فيشي جديدة ديال فرنسا اللي كانت موالية في ديك الساعة لهتلر من بعد ما دخل ليها. الجيش الألماني غادي يتحالف مع الجيش الإيطالي باش يسيطر على واحد الجزيرة اللي سميتها شبه جزيرة البلقان، ومن خلالها الجيش الإيطالي غادي يتوسع وغادي يعزز النفوذ ديالو في ليبيا، وغادي يتوسع على حساب تونس ومصر. كذلك حتى الجيش الألماني كان صبعو تما في تونس ومصر. اليابان غتحقق واحد التوسع كبير حيت غادي تستولي على البلدان ديال جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادي. غادي تقصف واحد القاعدة عسكرية ديال الميريكان اللي هي بيرل هاربور في الولايات المتحدة الأمريكية. في 1942 غادي تدخل في الحرب ضد دول المحور بسبب هذا القصف هذا ديال اليابان للقاعدة العسكرية ديالها اللي سميتها بيرل هاربور. في 1943 غادي تبدأ المرحلة الثانية من الحرب العالمية الثانية، وغادي تحول الحرب لفائدة الحلفاء من بعد ما كانت أو من قبل ما كانت الفائدة الدول المحور اللي حققوا واحد التوسعات كبرى وواحد الانتصارات في المعارك. في 1943 غادي تقلب
الجهة الفائدة الحلفاء اللي هما غيوليو ينتصروا في بزاف المعارك. فملي سنة 1942 الحلفاء بداو تحققوا الانتصارات ديالهم الأولى على دول المحور. مثلا الجيش الأحمر السوفيتي غادي ينتصر على ألمانيا في معركة ستالينغراد، وغادي يحرر الأراضي اللي توسعت فيهم ألمانيا النازية ديك الساعة. وفي المرحلة اللي جاية غادي يستولي الجيش السوفيتي على بلدان أوروبا الشرقية كاملة. أوروبا الشرقية فاش كندويو على الدنمارك، السويد، النرويج، فنلندا، أوكرانيا إلى آخره. غادي يستولي عليهم الجيش السوفيتي، غيديهم لألمانيا، هذا بصفة عامة غيديهم لألمانيا اللي كانت خداتهم ملي بدات الحرب. فغادي يولي ياخذهم هذا الجيش السوفيتي، غادي يولي ينتصر على النازيين على الجيش الألماني. والحلفاء ديال دول الغرب غادي ينزلوا القوات ديالهم في المغرب والجزائر باش يحرروا تونس من داك النفوذ اللي كان عليها من ألمانيا وإيطاليا. حتى ألمانيا وإيطاليا كانوا متوسعين في تونس. وفي نفس الوقت نجالزا غادي يمشيوا لمصر باش يحرروا، يعني ينطلقوا من مصر باش يحرروا مصر ويحرروا كذلك ليبيا. ومن تونس تقدمات القوات ديال الحلفاء، من ثم غادي تستولي من بعد على إيطاليا، وغادي تطيح داك النظام الفاشيد موسوليني في 1944. الحلفاء كذلك غادي ينزلوا القوات ديالهم في منطقة النورماندي، وغادي يحرروا فرنسا من ألمانيا في 1944. ومن موراها غادي يستولوا على بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وغتجي 1945 قوات الحلفاء غادي يوليو يغزوا الأراضي الألمانية، وغادي يسالي هذا الشيء هذا بالاستسلام ديال الجيش الألماني في ماي 1945. الجيش الأمريكي غادي ينطلق من جزيرة ميدواي وجزر الكانال وبحر الكوزل باش يواجهوا الجيش الياباني في جزر المحيط الهادي. وغادي يبغي يسربي الجيش الأمريكي، يعني كان بغي يسربي باش يسالي الحرب. فغادي يلقيو واحد جوج قنبلات ذريتين اللي هما هيروشيما وناكازاكي في 1945 في غشت شهر 8. موراها غادي تستسلم اليابان، وغادي تسالي الحرب العالمية الثانية بالفوز ديال دول الحلفاء. غندويو دابا على النتائج الاقتصادية والاجتماعية ديال الحرب العالمية الثانية. غندويو على أول حاجة هي أن الدول اللي تحاربات غادي تتضرر اقتصاديا، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية اللي كان الاقتصاد ديالها زاهي ديك الساعة. فالأوضاع الاقتصادية في الدول الأوروبية وإفريقيا الشمالية واليابان غيزيد يتكفس لها الاقتصاد. حنا كندويو على 1929 اللي جات واحد الأزمة اقتصادية كبيرة. فمن مور الحرب العالمية الثانية راه بإمكانك تخيل كيفاش كان هذا الاقتصاد كيفاش ولا. فهاد المناطق هذه كانت فيها المعارك بزاف، كانت فيها بزاف ديال المدابزات ما بين الدول بيناتها. فهذا الدمار الاقتصادي هذا الدول الأوروبية عانات من أن الفلوس ما عندهاش، ما كانتش عندها الفلوس، فولات كدير كريديات، يعني كريديات من دول بحال ميريكان. فهاد الشيء غادي يزيد يفرض عليها ضرائب كتر. في المقابل الاقتصاد الامريكي بقى مريقل، ما تقاش كاع، بل تطور وبقى غادي كيتطور كيتطور واستمر في داك التطور ديالو. الولايات المتحده الامريكيه اعطات للدول ديال اوروبا الغربيه مساعدات اقتصاديه كبيره باش زعما تعاونهم في إطار واحد المشروع سموه مارشال. هذا مارشال كان واحد الوزير ديال الخارجية الأمريكان، هو اللي عطى هذا البلان هذا. فهذا الشيء هذا استهدف باش ينعش ويحيي داك الاقتصاد ديال البلدان
اللي كانت متحاربة بيناتها ويتصدى لذاك المد الشيوعي اللي كان في الاتحاد السوفيتي. ميريكان بغات الدول تمشي معاها ما تمشيش مع الاتحاد السوفيتي، حيت كما قلنا من مور الحرب العالمية الثانية راه ولات جوج قوى شادة العالم. القوة ديال الاتحاد السوفيتي اللي كانت خدامة بواحد النظام شيوعي، والقوة ديال الميريكان اللي كانت خدامة بواحد النظام رأسمالي، واحد النظام ديمقراطي. فبالنسبة للميريكان بغات الدول تمشي معاها، بغات الدول تبقى ديما معاها، فداك الشيء علاش عطاتها كريديات وعاونت الاقتصاد ديالها باش يزدهر. فهاد الشيء اللي كان وقع. فالدول دوينا على اول حاجه اللي هي ان الدول اللي كانت متحاربه بيناتها تضررات اقتصاديا باستثناء الولايات المتحده الامريكيه. بالنسبه للخسائر البشريه اللي هي ثاني حاجه غندوي عليها، الحرب خلفت خسائر بشريه واجتماعيه. الخسائر البشريه اللي خلفتها الحرب العالميه الثانيه اكثر من 50 مليون واحد مات، اكثر من 50 مليون قتيل، بالإضافة للملايين ديال الناس المعطوبين والأراميل واليتامى. هادو خسائر بشرية تقدر تخيلها كيفاش كانت. أكثر من 50 مليون راه كندوي على واحد العدد قدو قداش. الحرب العالمية الثانية غادي تأدي لواحد التزايد في نسبة البطالة، غادي يوليو الناس شمارة بزاف، الفقراء غيتزادوا، غتنتشر المجاعة وغيرتفع العدد المتشردين، وهذا الشيء سبب أنه يوقع واحد تأسيس لواحد الهيئة خاصة بهذا الشيء اللي هي هيئة الإغاثة والتعمير. وهذه الهيئة هذه تابعة للأمم المتحدة. هذه الهيئة بحال قلتي كتبني المجتمعات الأوروبية، الهدف ديالها هو أنها تبني المجتمعات الأوروبية اقتصاديا واجتماعيا. فهذا الشيء اللي وقع، هادو هما النتائج الاقتصاديه والاجتماعيه ديال الحرب العالميه الثانيه. كنتمنى تكون استمتعتي بالدرس ديال هذه الحرب العالميه الثانيه. شكرا على الاستماع والى اللقاء. ماتيز غان كارل وندر واي got out of bed at all the morning rain clouds at my window and I can't see at all. Even if I could, it's a big gray, but a picture on my wall. It's remind me that it's not so bad, it's not so bad.